فيما روسيا تصف مجازر النظام السعودي في بلادنا بالمروعة، استهجان رسمي لتصريحات وزير الخارجية البريطاني. مجازر النظام السعودي تكشف حقيقة اعتبار عسير العدوان في مصلحة اليمنيين. والفار هادي آخر من يعلم بعاصفة الحزم، والإدارة الأمريكية من حددت ساعة الصفر. احتراق مخزن أسلحة سعودي وقصف صاروخي ومدفعي على عدد من المواقع بجيزان ونجران وعسير. مصرع ضابط إماراتي وثلاثة مرتزقة أجانب في منطقة العمري بتعز، ومقتل وإصابة عشرات المرتزقة بمارب.